قلنا قبل كده ما تتجوزيش البخيل، وقلنا ازاي تعرفي ان خطيبك بخيل، قلنا ما تتجوزيش الكذاب، وقلنا ازاي تعرفي ان خطيبك ده يبقى كذاب، قلنا ما تتجوزيش الشكاك اللي عنده غيرة مفرطة بيسألك على كل حاجة لدرجة انه ممكن يقولك هات الموبايل اشوف انت كلمت مين النهاردة، او مين اللي بعتلك رسائل، او بتتواصل مع مين، او اصحابك مين. اللي زي ده او اللي زي دول بخيل كذاب شكاك، ما تتجوزهمش. النهاردة هنتكلم عن صنف رابع من الرجال او من الاصناف الذين لا تقبلي بالزواج منهم. اقول لك انت لو جالك واحد بالاصناف دي لا هيتعبك. اللي هو مين هنتكلم عن مين النهاردة؟ ابن امه. ابن امه ده يعني كل حاجة، هو لا يرى نفسه لا يرى شخصيته، اللي هو ضعيف الشخصية. بس انا حبيت الخصها في ابن امه ده لان لسه قريب حد بيحكي لي هو رايح هو وخطيبته علشان خلاص هم يعتبر الزواج او الزفاف او البناء اقترب، فرايحين بقى عشان حينقوا اوضه النوم، حينقوا اوضه البيبي، حينقوا مش عارف يعني هيجهزوا الشقه بتاعته. ومين اللي رايح مع الواد وخطيبته؟ امه. مش تروح تقول كلمه حلوه ولو في حاجه مثلا مش عاجباها يعني تقولها بينها وبين ابنها؟ لا، شوف بقى، اعترضت على اوضه النوم اللي هم اختاروها، الولد والبنت الخاطب والمخطوبه اختاروها. ده اول حاجه، ده اعتراض. خلي بالك احنا لسه مخطوبين. اعترضت على اوضه النوم هو وهي، الواد والبنت يعني، عاملين حسابهم ان احنا مثلا هنجيب اوضه نوم ب 15,000 ب 20,000، احنا مسستمين امورنا، المبالغ اللي معانا او المبلغ اللي معانا هنجيب بيه واحد، هنجيب في حدود المبلغ ده، وعجبتهم اوضه على قد فلوسهم او على قد الفلوس اللي معاهم، والولد متفق مع خطيبته انا هجيب فرنج كذا او متوسط كذا، وهي البنت معاه وزي الفل. تيجي ام الولد تعجبها اوضه نوم تانية سعرها ضعف اللي عجبتهم. خلي بالك، سعرها ضعف اللي عجبتهم، يعني اللي عجباهم سعرها حنين 15-20، هي اللي عجبتها 40 حاجة و30. شوف بقى العقول، وشوف الخراب بيبدأ من هنا. هو أولا أخطأ، مش عايز أقول أخطأ أنه خد مامته، بس يعني لو أنت عارف أن مامتك ممكن تتدخل في حاجة زي كده ما ينفعش، لأنك ده أول حاجة خطيبتك هتخاف منك وهتخاف منها، اللي انت يعني ضعيف الشخصية قدام والدتك. والدتك اعترضت على اوضه النوم، وليس من حقها هذا. ايوه، مش من حقها انها تعترض،